بسم الله الرحمن الرحيم. كنهنئ السيدة الرئيسة أسماء غلالو على الفوز ديالها بعمودية مدينة الرباط، وإن شاء الله والتشكيل ديال المكتب ديالها الذي سيأتي عما قليل. وكنتمنى من الرئيسة والمكتب الجديد أنه فعلا يعطيوا أحسن خدمة لساكنة مدينة الرباط التي تستحق الأفضل. عمودية مدينة الرباط ليست سهلة وليست نزهة، ولكن نتمنى أنه هذه المجموعة الجديدة تكون مباركة على مدينة الرباط، وفعلا ما غنقولش يمشيو على نفس النهج، حنا كنتمناو أنه يعطيو أحسن، حيث حنا اللي كيهمنا هو ساكنة مدينة الرباط تنعم بواحد العمل وبواحد الخدمات اللي تكون في المستوى ديال التطلعات ديال ساكنة مدينة الرباط كما كيبغيها سيدنا الله ينصرو السكان ديال العاصمة ديالو. هذا ديال الانتخاب. انا بغيت نرد على واحد التصريح للاسف ديال شي مستشار اللي قال البارح انه الفريق او المكتب السابق او الرئاسه السابقه ديال المجلس ديال مدينه الرباط يعني خدا واحد الكريدي ديال 650 مليون يعني وضيق على الماليه ديال الجماعه. نقول لهذا المناضل اللي ما كيقلبش بعدا على الارقام الحقيقيه ان الكريدي اللي خديناه ديال الفاك هو 600 مليون ديال الدرهم، وخدينا هذا الكريدي ديال الفاك باش نوفيو بالتزامات ديال الجماعه في البرنامج الكبير الرباط مدينه الانوار عاصمه المغرب الثقافيه. اذا هذا الكريدي خديناه باش نوفيو بالتزامات ديال الجماعه. ثانيا، حنا من اللي خديناه قبل ما ناخذوه كانت الجماعه كتخلص بين 55 مليون درهم حتى 58 مليون درهم الفاك كوم تريت انويال. حنا ملي خدينا 600 مليون درنا لو غيش لو نمو، ولينا كنخلصوا 35 مليون. اذا العكس، حنا خدينا احسن قرار باش المشاريع الكبرى ديال مدينه الرباط ما تاثرش، وباش الجامعه توفي بالالتزامات ديالها. شكرا لكم.